السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وسعادة. هتكلم معاكم النهاردة على موضوع المضادات الحيوية. ليه دايما معظم دكاترة الأطفال بتنادي وبتقول يا جماعة مش عايزين نستخدم مضادات حيوية بكميات كبيرة أو باستخدام مضادات حيوية للأطفال بدون وصف طبي أو بدون داعي؟ علشان خاطر المضادات الحيوية بتأثر معايا على صحة الطفل بأشكال مختلفة. أول حاجة، في عندنا في الجسم بتاعنا في بكتيريا اسمها البكتيريا النافعة، ودي موجودة على الجلد وموجودة في التجويف بتاع الفم وموجودة كمان في الجهاز الهضمي وموجودة على الجهاز التنفسي، ودي من البكتيريا اللي بتشارك الجهاز المناعي في حماية الجسم من تأثير الميكروبات الضارة. فهي بتشكل من حائط صد مع الجهاز المناعي، حائط صد الأول مع الجهاز المناعي لحماية الجسم من تأثير البكتيريا والفيروسات الضارة. فاستخدام المضادات الحيوية بصورة عشوائية وبدون داعي، زي ما هتموت البكتيريا الضارة كمان هتموت البكتيريا النافعة، وبكده عملت عندي خلل في حائط الصد الأول للمناعة بتاعة الطفل بتاعي. المشكلة التانية إن المضادات الحيوية استخدامها بصورة عشوائية ده بيخلي البكتيريا تعمل حاجة اسمها البكتيريا ريزيستنس، اللي هي ايه؟ ان عدم استجابة الميكروب لمضاد حيوي، لان البكتيريا من الكائنات اللي بتساعد نفسها على التكيف. بمعنى ايه التكيف؟ بمعنى ان البكتيريا بتحاول تطور من نفسها وتعمل من نفسها خصائص مختلفة، بالخصائص دي تقدر ان هي تهرب من تأثير المضاد الحيوي اللي انت بتستخدمه. يعني مثلا ممكن تكون بتستخدم مضاد حيوي وكان جايب معاك نتيجة كويسة قوي في مرة، وبعد لما تيجي تستخدمه تاني تلاقي بالنسبة لك ما فيش أي نتيجة. ليه؟ لأن البكتيريا هنا بدأت تطور من نفسها وبدأت تعمل حائط صد بالنسبة لها يحميها من تأثير المضاد الحيوي ده، وده بيعمل عندي مشكلة كبيرة إن إحنا بيحرمنا من مضادات حيوية كتير مفيدة بالنسبة للأطفال، وده كارثة يا جماعة بالنسبة للأطفال أو بالنسبة للناس بصورة عامة. إن أنا بيخليني يعني مثلا بيخليني يعني يضيع مني فرصه استخدام مضاد حيوي مفيد لميكروبات ضاره بالنسبه للاطفال. نيجي نستخدمها بعد كده نلاقي وكاننا بنستخدم ميه. ليه؟ لان طلع عندي اجيال من البكتيريا اللي هي عندها القدره على ان هي تقاوم المضادات الحيويه. وللاسف بدانا نعاني من الحوار ده، ان احنا نستخدم الادويه بالنسبه للاطفال المحجوزين والاطفال اللي عندهم مشاكل كبيره، نستخدم لهم مضادات حيوية وما نلاقيش أي نتيجة. ليه؟ عشان خاطر الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية بجرعات مش مناسبة بطرق مش مناسبة، فده بيخلق جيل من البكتيريا أو بيعمل جيل من البكتيريا اللي عنده القدرة إن هو يهاجم البكتيريا اللي ما تستجيبش للمضاد الحيوي. المشكلة التانية، الاستخدام برضو العشوائي للمضادات الحيوية ده بيعمل عندي أحيانا في بعضها بيعمل تصميط للنخاع العظمي وعدم القدرة على تكوين خلايا دم بالأخص كرات الدم الحمراء، فيدخل مني الطفل بعد كده في أنيميا ويدخل مني في مشاكل. برضو من مشاكل المضادات الحيوية يا جماعة برضه الاقي الطفل بعد استخدام مضاد حيوي الاقي الطفل بيسهل كتير، بيرجع، بيحصل يشتكي من بطنه. ليه؟ نتيجه الايه؟ ان هو بيعمل مشاكل في الجهاز الهضمي بالنسبه للطفل بتاعي. ومش بس كده، ان العدوى الفيروسيه، معظم امراض الاطفال عباره عن عدوى فيروسيه، يعني التهاب فيروسي، يعني لا يحتاج استخدام مضادات حيويه. وكمان العدوى الفيروسيه دي بتساعد الجسم بتاعك على تنشيط الجهاز المناعي لتكوين أجسام مضادة وخلايا مناعية، وبكده بتعزز من قدرة الجسم على حماية نفسه من تأثير الميكروبات الضارة. فبالتالي استخدام المضادات الحيوية بصورة عشوائية بيضعف تأثير الجهاز المناعي، خلاص، ويضعف تأثير أو قوة الجهاز المناعي لتكوين الخلايا المناعية والأجسام المضادة دي، خلاص. فيا رجاء، الاستخدام المضادات الحيوية لازم يكون لسبب وسبب واضح، ولما يتكتب لازم يكون جرعات مناسبة ونكمل الكورس كامل، خلاص.
فرجاء من كل ام وكل اب ما نجيبش مضادات حيويه من دماغنا، وكمان ما نلحش على الدكتور ان لازم مضاد حيوي يا دكتور، لازم مش عارف ايه ولازم حقن. الكلام ده غلط يا جماعه. معظم امراض الاطفال، حوالي اكتر من 80% من امراض الاطفال سببها التهابات فيروسيه، يعني لا تحتاج اي تدخل بمضادات حيويه. خلاص، دمتم بكل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.